طيب هذا تقرب لاي عبد، هذا تواضع، هذا تواضع يعني مش تواضع، مش تواضع يعني، هذا من الترغيب اللي بيرغب العبد في، انما هو اسلوب طلب ولا لا؟ لا حول ولا قوه. خلاص انت، ما احنا قلنا، احنا ما قلناش انه قلنا سمي دعاء بسبب كده، وسمي التماس بسبب كده، وسمي خبر انشاء بسيره، والاخبار ذكر، والامر والنهي، وكل دي كلها. والا الملاح كان مات، وحامد عوني بتاع بلدنا ده كان يطفحها. لا بتكلمه اصلا في اللغه الانجليزيه، لما بتقول انا بدعو ربنا ينجحني، لما تيجي الترجمه كانها امر، اتكلموا فيها الاجانب في الحكايه دي. فانا دي رجاء يا عم، نص 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 الحديث، لو امرني لاعطينا، ما انا بالامر. نص الحديث فيها كده كمان شغله اللي بقول لك، بس هو بيختلف فيها هناك. انا زي انا برضه بامر ابويا جيب لي بدله يابا، هو ابويا هناك دي كافيه، هذه صح مولانا، لانه الاب اعلى من الاب. ربنا ما بيقول اتامرون الناس بالبر، احنا بنامرهم ولا بنعظهم؟ بنامر. انت مامور بالآن؟ لا احنا بنعظهم، ادعوا لسبيل ربك. ايه طيب بس لحظة، صلاتك تأمرنا ان نترك ما يعبد آباؤنا؟ ده كلام، ده كلام قوم شعوب يا حبيبي. ايوه تأمرنا يعني ايه؟ نعم، هي يعني بتقول لنا ترشد وتقول لنا صال بتكلفنا. ايوه والتكليف مش بمعنى كويس، اتكلفون. طيب فيه من مفردات الامر اللي جت في الايه دي وتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، فيه بني اسرائيل. ايه المهم، فالامر قد يكون بمعنى العظه كويس، والتكليف والرجاء، وبعدين المعاني اللي تحت منه بقت المعاني المجازيه اللي تحت منه اللي هي الرجاء، التمني، الالتماس. كويس، فانا بانتقل الى المعنى المراد. اذا كان بين اثنين متساويين يبقى التماس، اذا كان من الادنى للاعلى يبقى دعاء، اذا كان من الاعلى للادنى يبقى امر. احنا قلنا غير كده؟ لا بس كمان في نقطه بتتكلم، وانا قلت للفطره الانسان مفطور على الشر، ده كلام مش مظبوط. لا كل يولد على الفطر. إيه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ الرسول. خلاص مين قال لك انت؟ اللي قال لي سمعناها. شوف انت العيل اول ما يطلع ويعمل ويميز، والواد لما بيكبر بيكبر على ابوه. اي عيل لما بيكبر بيكبر تعلم دي كده. ايوه يبقى جه منين؟ يبقى جه منين؟ يبقى في الاصل كل مولود يولد على الفطره. بعدين قال فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. الاسلاميه يا استاذ. ايوه لكن الانسان والخلق الحسن لكل شيء. الحمد لله رب العالمين، رب الناس كلها يا عم، ده هي اللي ميزت الانسان، لانه بفطرته مفسد، هو يخالف هذا الافساد ويتغلب عليه، ولذلك يكون افضل من الملك. الشيخ الكلام ده قايله الشيخ دراس في كيف بالتفويض، عم استقراله في اقراله، وعلي معبد قايل فيه بتفويض. فين كتاب مفتوح على في الكتاب اللي كان مقرر عليه في الجامعه بتاع علي معبد؟ لا الثاني الدراسه بتاعت